مرحبا بكم أحبائي التلاميذ مع آخر مكون لنا في سلسلة أنشطتي الداعمة مع مكون تعبير كتابي موضوع كتابة التقرير. إذا فسبق لنا أن تعرفنا على هذا الموضوع سابقا داخل القسم، يمكننا الاستئناس بدفاتر التعبير الكتابي. إذا وصلنا الموضوع يقول: نظمت مدرستنا يوم الأحد الماضي زيارة إلى حديقة الحيوانات، شارك فيها جميع التلاميذ. كانت انطلاقتنا في الصباح الباكر على متن حافلة صحبة أساتذتنا، وفي الحديقة تعرفنا عددا من الحيوانات الأليفة والمفترسة بالإضافة إلى الطيور والزواحف، واستمتعنا باللعب مع بعضنا البعض. كانت زيارتنا ممتعة ومفيدة جدا. إذا لكي نشتغل على هذا الموضوع ونكتب تقريرا، علينا أن نتذكر عناصر كتابة التقرير. إذا فلكتابة التقرير، أولا علينا أن نحدد موضوعه، ثم نحدد الزمان والمكان، أيضا نحدد المشاركون، ثم الأعمال الموجزة، وأخيرا نذكر الانطباع أو الشعور. إذا ينبغي أن نذكر هذه العناصر مرتبة كما هي. إذا فموضوع التقرير انطلاقا من نص الموضوع هو زيارة إلى حديقة الحيوانات. العنصر الثاني هو الزمان والمكان. إذا فالزمان كان هو يوم الأحد في الصباح الباكر، والمكان طبعا هو حديقة الحيوانات. العنصر الثالث المشاركون، فالمشاركون حددوا في جميع التلاميذ بالإضافة إلى الأساتذة. بعد تحديدنا من المشاركون، الأعمال الموجزة، إذا ماذا فعلوا في هذه الحديقة؟ إذا تعرفوا على عدد من الحيوانات الأليفة والمفترسة بالإضافة إلى الطيور والزواحف، كما استمتعوا باللعب في الحديقة. ثم أخيرا الانطباع أو الشعور. إذا فهذه العبارة هي التي تمثل لنا الانطباع والشعور. كانت زيارتنا ممتعة ومفيدة جدا. إذا فالمطلوب منا أن أقوم أبني تقريرا آخر في موضوع زيارة مصنع، وأوظف فيه العناصر السابقة، ثم أصنع التقرير لأفراد أسرتي. إذا سنعمل على هذا انطلاقا من ترتيبنا لهذه الأفكار التي تمثل لنا عناصر تقرير حول زيارة مصنع. إذا فالمطلوب منا هو أن نقوم بترتيب هذه الأفكار بوضعنا لها أرقاما مناسبة بأي تسلسل من واحد إلى العدد الأخير إلى ثمانية. إذا بداية سأقرأ الأفكار المبعثرة، ثم بعدها سنعمل على ترتيبها. إذا العبارة الأولى: شكرنا مديرة التعاونية وعدنا إلى مدرستنا. عبارة أخرى: صاحبنا في رحلة أساتذتنا. كانت رحلة ممتعة ومليئة بالفوائد. نظمت مدرستنا زيارة إلى تعاونية الحليب. استقبلتنا مديرة التعاونية. شارك جميع التلاميذ في الزيارة، وتعرفنا كيفية صناعة مشتقات الحليب. تعرفنا كيفية تهدئة الحليب في الأكياس. دائما نعود إلى عناصر التقرير ونبحث عن أول عنصر وهو موضوع التقرير. إذا انطلاقا من هذه الأفكار، ما هو موضوع هذا التقرير؟ حسن جدا، هو تنظيم المؤسسة لزيارة إلى تعاونية الحليب. إذا فأول فكرة هي: نظمت مدرستنا زيارة إلى تعاونية الحليب. إذا سنضع العبارة قبل واحد، ثم بعدها نحدد الزمان والمكان، وبعدها المشاركون. إذا بما أن هنا في هذه العناصر لم نجد الزمان والمكان، فمباشرة بعدها نبحث عن المشاركون. إذا من الذي شارك في هذه الزيارة؟
جيد إذا فهموا جميع التلاميذ إذا نظروا إلى الأساتذة. إذا فشارك جميع التلاميذ في الزيارة رقم 2 وصاحبنا في الرحلة أساتذتنا أيضا رقم 3. إذا بعدها نتعرف على الأعمال المنجزة. ثم بعدها لدى الوصول ثم استقبالنا من طرف مديرة التعاونية. فالأعمال التي قمنا بها هي تعرفنا على كيفية تعبئة الحليب في الأكياس وتعرفنا كيفية صناعة مشتقات الحليب. فنسمى بعض الأرقام متسلسلة من هذه الأفضل. إذن فأربعة استقبلتنا مديرة التعاونية، 5 تعرفنا على كيفية تعبئة الحليب في الأكياس، و6 تعرفنا كيفية صناعة مشتقات الحليب. ثم بعدها نبحث عن عبارة تدل على الختام وهي شكرنا مديرة التعاونية وعدنا إلى مدرستنا. إذن هذا يدل على انتهاء الرحلة ونعطيها رقم 7. ثم في الأخير الانتظار أو الشعور، وهي العبارة المتمثلة في كانت رحلة ممتعة ومليئة بالفوائد وستحصل على رقم 8. إذن نقرأ العبارات مرتبة ومتسلسلة حسب الأرقام التي وضعناها من 1 إلى 8. نظمت مدرستنا زيارة إلى تعاونية الحليب، شارك جميع التلاميذ في الزيارة، صاحبنا في الرحلة أساتذتنا، استقبلتنا مديرة التعاونية، تعرفنا كيفية تعبئة الحليب في الأكياس، وتعرفنا كيفية صناعة مشتقات الحليب. شكرنا مديرة التعاونية وعدنا إلى مدرستنا. كانت رحلة ممتعة ومليئة بالفوائد. وبهذا أحبائي نكون قد وصلنا إلى ختام سلسلة دروسنا عن بعد بتعرفنا على آخر مكون الذي وقفنا عنده هو مكون التعبير الكتابي، حيث قمنا منذ بداية هذه الأنشطة الداعمة الكراسة التي سوف تحصلون عليها من طرف مؤسستكم، فقمنا بتعرف على طريقة إنجاز مكونات مختلفة كانت منها القراءة، تركيب، صف وتحويل، إملاء والشكل، ثم أخيرا التعبير الكتابي كان نموذج فقط للاستئناس بينما باقي الأنشطة الموجودة في المطبوع فهي مطروقة لكم للشغال عليها خلال العطلة الصيفية في منازلكم، ولدى العودة إلى مؤسستكم مجددا خلال شهر شتنبر القادم إن شاء الله سنعمل معا على تصحيحها داخل فصولنا. أتمنى لكم عطلة سعيدة وبالتوفيق والنجاح يا سماري. إلى اللقاء.